سلام البنات، مرحبا بكم مره اخرى في برنامج بيوتي اند ميك اب. اليوم غادي نشوفوا مكياج المناسبات كيفاش كيتخدم، ومعنا سهيلة هي اللي غادي نأبليكو ليها المكياج. اول حاجه غادي نبداو بالعينين، انا نبداو نخدموا العينين، من بعد عاد ندوزو لابو وعاد نديرو الكونتورينغ ونخدموا الفم. اول حاجه كنستعمل انا هي كناخذو سكوتش باش كنحددو القناه ديال العين، باش حتى الا غلطنا ملي نكونو كنابليكيو الفارابوبيا ما كتبانش، ملي كنحيدو السكوتش كتبان الخدمه زوين. دونك ناخذو واحد شويه غادي نابليكيو ليها سدينا. خاصنا نحددو ما بين القنت ديال العين والاخر ديال الحاجب. نفس الحاجه غنديرو على العين الاخرى. دونك دابا غادي نبداو، اول حاجه هي غادي نديرو فون دو طون. نديرو فون دو طون في فوق لا بوبيير ديالنا باش ملي كنحطو لا فارا بوبيير كتبقى قاده. بعد ما كنديرو لو فون دو تان فوق لا بوبيير غادي ندوزو دابا نابليكيو لي فارا بوبيير على العين ديالنا. غناخدو ان بانسو لي فحال هذا، غادي نبداو اون كولور كلير لا باز ديالها يكون لون بيج. دونك غادي نفرقوها على لا بوبيير كامله. من بعد غادي نبداو ندوزو اللون اغمق درجه بدرجه، وما حنا كنغمقو اللون وحنا كنبعدو على القنت ديال العين. دونك غادي ندوزو لهذا اللون. غادي نخدم انا بهاد لا كولور مع الدوري، نتوما يمكن لكم تختاروا ديك الساعه لي كولور على حساب الذوق ديالكم وعلى حساب الكوستيم ديالكم.
نديرو ان فاغو بوبلي غير تكون شويه بريون. غادي نديروها غير هنايا الوسط ديالي. الحجبان غادي ناخذ واحد البانسو يكون رقيق نطراسوهم.
هاد لي فون دو طون ناخذو البايت باش نابليكي فوالا. كنبداو من هاد العظمه هادي وكنديروا خط غادي للقنت ديال الفم، ما كنوصلوش حتى لهنا بيان سور، ما كنحبسو هنا مي في الاتجاه ديال القنت ديال الفم. كنحطها في المناطق اللي بغينا حنا نبيضو هنايا تكريم، كندوزو للفراجو كنخلط ما بين لا كولوغ غوسونسي مارون، كيبقى لينا لو روج ا ليف. انا خسرت هاد لا كولور، سلينا المكياج ديالنا.